هذه من كنعتبروها مرضى الوالدين من النيه اللي كاينه، لانه ملي بدينا كندرسوا لي سي في في الحقيقه في الاول ما كانش معروض السي في ديال مكوينه في الساحه، ودايره دوت المالي ما عمر ما تعرض علينا، حيت غير هو فسخ حنا مشينا قلبنا واتصلنا به بان كلشي كان كيعرف الجديه ديال العمل ديالو الرؤيه الكرويه ديالو، استجب للطلب ديال الوداد. وفي الحقيقه هو قال لك انه كيف ما سمعتوا انه بالنسبه ليه كان افتخار انه يجي يدرب فريق تاريخي ومرجعي بحال الوداد. الوعد اللي عطينا الجمهور المحبين والمنخرطين ومكونات ديال الوداد حنا باقين عليه، نطلبوا منهم غير يصبروا شويه، لانه هاد 10 ايام كانت فيها شويه ديال لابريسيون شويه ديال الانتقادات، ولكن راه الا بغيتي دير خدمه مزيانه خاصك الوقت ديالها باش تدرس اي حاجه غديرها في واحد الوقت اللي ما خديتيش الوقت الكافي باش تدرس، راه يمكن تعرض للخطا، والخطا راه شفتوا بشحال كيتكلف على الانديه وخصوصا بشحال تكلف على الوداد. انتدابات ما بغيناش نزربوا فيهم، راه ماشي ما درسناهمش، راه درسناهم وكاينه واحد لا ليست، ولكن ما يمكنش مسير يدير انتداب بلا اطار تقني، بلا مدرب، بلا ديريكتور تكنيك، بلا ديريكتور سبورتيف، لانه هاد لي كادر كلهم ما كانوش في الوداد. راه يفو با اوبليي كو اوجوردي اون با دو ديريكتور سبورتيف في الوداد، اون با ديريكتور تكنيك، اون افي با دونترينور. دونك غادي ندير انا واحد انتداب حيت سمعت ولا الرؤيه ديالي انا ماشي بحال الرؤيه ديال المدرب، و لو ستيل دو جو كو المدرب باش غادي يلعب يمكن تجيب لعاب مزيان، ولكن سام لو بوزيسيونمون اللي كيقلب عليه هو ما غاديش، دونك غادي تولي انت ضيعتي كرويا داك اللعاب وضيعتي ماديا للفريق. اللي الوعد انه انتدابات غادي يكونوا بالتشاور مع المدرب 100% باش نحاولوا نتجاوزوا دوك الاخطاء اللي كانوا كيداروا، ماشي في الوداد الاخطاء اللي كيكونوا اللي درتهم حتى انا. راه شحال من لعاب انا كنت في واحد المرحله اخرى كنت كنسير ودرت انتدابات اللي الحمد لله انه يمكن نقول واحد 90% ديالها كانت ناجحه، ولكن واحد 10% ما كانش. حنا هذيك 10 بغينا نحاولوا نردوها صفر في الوداد ان شاء الله.